بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المعلمة سهام الوعلة، معاهد وبرامج تربية الفكرية المرحلة المتوسطة. سوف نراجع دروس مادة مهارات حياتية وأسرية للصف الثاني متوسط. أولا، حتى نستفيد سويا من هذا الدرس، هناك قوانين للتعلم عن بعد سوف نتفق عليها. ما هي قوانين التعلم عن بعد؟ أولاً نبحث عن مكان هادئ لحضور الحصة الدراسية، بعد ذلك نقوم بتجهيز جهاز الحاسوب أو الجوال استعداداً للدرس، من ثم نطلب المساعدة عند حاجتنا لتشغيل الجهاز. حضورنا واستعدادنا يكون قبل الحصة بدقائق. أيضاً من قوانين التعلم عن بعد، نجلس جلسة صحيحة أثناء حضورنا لهذا الدرس ونجلس حتى انتهاء وقت الحصة الدراسية. أيضا من قوانين التعلم عن بعد، نستمع جيدا لكلام معلمي ومعلمتي عندما يتحدثون، وبعد الانتهاء من الدرس نرتب أدواتنا بالحقيبة المدرسية أو في المكان المخصص لها. سوف نراجع طلابي وطالباتي موضوع درسنا السابق والذي كان بعنوان ماذا؟ مهارة إدارة الوقت. سوف نتعرف أكثر ونراجع هذا الدرس. أولاً سوف نذكر الهدف العام لهذا الدرس، وهو أن يتعرف الطالب والطالبة على مهارة إدارة الوقت. أما الأهداف الخاصة لهذا الدرس هي أن يتعرف الطالب والطالبة على مهارة إدارة الوقت بشكل صحيح، يتعلم الطالب والطالبة مهارة إدارة الوقت بشكل صحيح، وبعد ذلك يطبق الطالب والطالبة مهارة إدارة الوقت بشكل صحيح. ماذا نقصد بمهارة إدارة الوقت؟ ماذا نعني طلابي وطالباتي بمهارة إدارة الوقت؟ هي الاستغلال الأمثل للوقت لتحقيق ماذا؟ لتحقيق الأهداف التي نطمح لها. أحسنتم، إذن هو الاستغلال الأمثل للوقت لتحقيق الأهداف، هذا هو مفهوم مهارة إدارة الوقت. لماذا نحافظ على إدارة وقتنا طلابي وطالباتي؟ لنتمكن، أحسنتم، لنتمكن من السرعة في إنجاز المهام، وأيضا يساعدنا ذلك في التفوق الدراسي وأيضا في ترتيب أعمالنا المنزلية أو غيرها. من الوسائل التي نستخدمها في إدارة الوقت، ما هي تلك الوسائل التي نستخدمها في إدارة الوقت؟ نستخدم الحاسب الآلي. أحسنتم، نستطيع أن نستخدم الحاسب الآلي في عمل الجداول التي تساعدنا في ترتيب أعمالنا لنحافظ على إدارة الوقت. أيضا من الوسائل التي تساعدنا في إدارة الوقت هي لوحة، أحسنتم، لوحة المهام كما في الصورة التي ظهرت أمامكم. لوحة المهام، عندما نقوم بكتابة مهامنا الأسبوعية أو الشهرية أو اليومية نستطيع بعد ذلك بإدارة وقتنا وترتيب أعمالنا وإنجازها في وقت مناسب. طرق لإدارة الوقت، من الطرق لإدارة الوقت إعداد ماذا؟ أحسنتم، إعداد جدول للأعمال. عندما نقوم طلابي وطالباتي بإعداد جدول للأعمال التي نريد أن ننجزها فنحن نحافظ على الوقت ونقوم بإدارة الوقت. ماذا تعني مهارة استثمار الوقت؟ ماذا نعني بمهارة استثمار الوقت؟ بمعنى أننا نستثمر الوقت في ماذا؟ أحسنتم، قضاء الوقت في شيء مفيد، فنحن نستثمر ذلك الوقت. أمامكم طلابي وطالباتي جدول لأحد أصدقائنا قام بترتيب الأعمال والمهام التي يريد أن يقوم بإنجازها. قام بعمل هذا الجدول من خلال استخدام ماذا؟ الحاسب الآلي، وقام بترتيب ماذا في الأعلى؟ الأيام، وبعد ذلك المهمة التي يريد أن ينجزها، وأخيرا الوقت الذي يريد أن ينجز فيه تلك المهمة. إذن هذا هو نموذج من الجداول التي تستطيعون طلابي وطالباتي بمساعدة أحد أفراد أسرتكم في عمل مثل تلك الجداول لقضاء وقت ممتع في إنجاز تلك المهام أو في أوقات الفراغ. الآن سوف ننتقل طلابي وطالباتي إلى الأنشطة التي سوف نقوم بحلها سويا. أول هذه الأنشطة، سوف نسقي الزهرة بالإجابة الصحيحة. من طرق إدارة الوقت، هل هو النوم طوال اليوم أم ترتيب المهام؟ من طرق إدارة وقتنا، هل نقوم بالنوم طوال اليوم أو ترتيب مهامنا حتى ننجزها؟ أحسنتم، ترتيب المهام حتى ننجزها هو الإجابة
الصحيحة والإبريق الذي يحمل الإجابة الصحيحة. قمنا بسقي الزهرة بالإجابة الصحيحة. ما هي الوسيلة المستخدمة في إدارة الوقت؟ هل هي الحاسب الآلي أم التلفاز؟ ما هي الوسيلة الصحيحة التي نستخدمها في إدارة الوقت؟ هي أحسنتم، الحاسب الآلي. هي الحاسب الآلي هي وسيلة مستخدمة في إدارة أوقاتنا. الآن سوف نساعد أحمد في معرفة كيفية ترتيب المهام وضبط الوقت. صديقنا أحمد يحتاج مننا طلابي وطالباتي أن نساعده في ترتيب مهامه. أولاً، عندما يكون لدينا مهمة يجب علينا إنجازها، نقوم بماذا؟ بضبط الوقت على الساعة التي نريد إنجاز المهام بها. مثلاً، يريد صديقنا أن ينجز مهام في الساعة الثانية تماماً، نقوم بوضع المنبه على الساعة الثانية بالضبط، والعقرب الطويل نقوم بوضعه على رقم ماذا؟ 12. بهذه الطريقة طلابي وطالباتي نقوم بضبط المنبه عندما نريد أن ننجز تلك المهام. أيضا من الوسائل المستخدمة في ماذا؟ من الوسائل المستخدمة في إنجاز المهام عمل جداول كما ترون أمامكم. هذا الجدول وجدول لترتيب المهام الشهرية من خلال تقسيم الجدول بالأيام التي نريد إنجاز المهام. بعد ذلك نكتب المهام طلابي وطالباتي في ماذا؟ في المربعات التي أمامكم. إذن هذا هو المنظم الشهري ولوحة المهام التي نريد أن ننجز فيها مهامنا على مدار شهر. أيضا يوجد لدينا جدول قمنا بعمله باستخدام الحاسب الآلي للمهام الأسبوعية. يستطيع صديقنا أحمد أن يرتب مهامه الأسبوعية باستخدام هذا الجدول. إذن نقوم بعمل الجدول باستخدام الحاسب الآلي للمهام الأسبوعية، ونقوم بوضع أيام الأسبوع التي نريد أن ننجز فيها تلك المهام. إذن قلنا أولاً مهام شهرية، بعد ذلك مهام أسبوعية، وأخيراً المهام اليومية. مثلاً اليوم يريد صديقنا أحمد أن ينجز عدد من المهام ليوم الأحد أو الاثنين، نقوم بعمل هذا الجدول للمهام اليومية ونكتب تلك المهام، وعندما ننجز المهمة نقوم بوضع علامة صح أمام المهمة. إذن هذه هي الطرق التي سوف نساعد صديقنا أحمد في استخدامها لينجز المهام الخاصة به ويضبط الوقت الذي يريد إنجاز المهمة فيه. الآن سوف ننتقل طلابي وطالباتي إلى أنشطة الكتاب. أريد منكم فتح الكتاب المدرسي صفحة 154 نشاط رقم 1. أكمل تعريف إدارة الوقت مستعينا بالكلمات التي بين القوسين. أولا سوف أقرأ الكلمات بين القوسين. الأهداف الاستغلال. مهارة إدارة الوقت هي فراغ الأمثل للوقت. هي ماذا؟ أحسنتم، الاستغلال الأمثل للوقت. إذن نضع كلمة الاستغلال في الفراغ الأول. لتحقيق ماذا؟ نستغل الوقت أو نستغل استغلال الأمثل للوقت لتحقيق ماذا طلابي وطالباتي؟ لتحقيق، أحسنتم، لتحقيق الأهداف. إذن لتحقيق الأهداف. نقوم بإعادة تكرار تعريف مهارة إدارة الوقت، الاستغلال الأمثل للوقت لتحقيق الأهداف. هذا هو مفهوم مهارة إدارة الوقت. يجب علينا مراعاة الآتي عند اكتساب هذه المهارة مع الطلاب والطالبات. أن يشترك كل من الأسرة والأخصائية والمعلم في التدريب على هذه المهارة بطرق يتم الاتفاق عليها معا. تجزأ المهارة المراد اكتسابها إلى مهام صغيرة حتى يسهل اكتسابها، ولا ننسى مراعاة قدرة وإمكانيات الطلاب والطالبات عند التدريب. كيف نعمم هذه المهارة مع الطلاب والطالبات على أولياء الأمور؟ تعميم المهارة من خلال تدريب الطالب والطالبة على طرق المحافظة على إدارة الوقت من خلال الحياة اليومية. لدي بعض التوصيات للأهالي. أولا، العمل على الاطلاع والمشاهدة على تكرار الدروس من خلال قنوات البث التلفزيونية مع وجود الكتاب المدرسي والقلم والسبورة. ضرورة حرص الوالدين على متابعة أبنائهم عند مشاهدة تلك الحصص.
الالتزام بالمراجعة الدورية عند انتهاء الحصص، جلوس الأهل مع الأبناء ومتابعة تقدم تحصيلهم الدراسي أولا بأول، خلق بيئة منزلية محفزة للأبناء في المنزل من خلال تشجيعهم وتحفيزهم، ولا ننسى نقل أثر التعلم من الحصص الدراسية إلى المنزل من خلال الأنشطة اليومية المنزلية. أخيرا شكرا لحسن استماعكم، كانت معكم المعلمة سهام الوعلم.